جزاكم الله خير. يقول هذا السائل أبو محمد الشيخ صالح: هل كل مسلم يقوم بالدعوة إلى الله؟ وما شروط الدعوة؟ وهل هي واجبة على الجميع؟ الدعوة واجبة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهي واجبة على من عنده الاستعداد لها علميا، ومن حيث الطريقة التي يتبعها الطريقة الشرعية. فمن كان عنده الاستعداد في العلم بحيث يعلم ما يدعو إليه وما ينهى عنه، عنده علم بهذا وليس عنده غيره فقط وليس عنده علم، وكذلك تكون الدعوة بالحكمة والرفق والجدال بالتي هي أحسن. أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، دل على أن الذي ليس عنده علم لا يدعو إلى الله، لأنه ربما يحلل حراما أو يحرم حلالا أو يسأل عن شيء فيجيب بغير جواب صحيح، فلا يتقدم للدعوة ويقوم بها إلا العلماء. وأما العوام يكون عندهم كراهية للمنكر والمعاصي وينبهون على الشيء الواضح، مثل ترك الصلاة، مثل المعاصي الظاهرة ينبهون عليها ويأمرون إخوانهم الذين يرون منهم تكاسلا ويعينونهم على أنفسهم. وأما الدعوة للكفار والدعوة للمخالفين هذه تحتاج إلى العلم والبصيرة. نعم.